كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية مراد مرحبا بك مرة أخرى على كافانكاتر تيف. مرحبا أخي أسامة، وأنا فرحان كيف ما دايما ملي كنكون متواجد معك أو عندي شي حوار معك كنكون فرحان والله. شكرا خي مراد. مراد هدانا شوية على التكريم ديالك في نجوم الشامل. هاد التكريم هذا كان اليوم في مدينة طنجة، وهذا واحد الشيء اللي كيزيدني فخر وكيزيدني اعتزاز وكيخليني انا نقدم شي حاجه اللي افضل وافضل ان شاء الله. شنو السبب صرحتي في احدى التصاريح معايا وقلتي ان الجديد ديالك ان شاء الله قريب وشي حاجات تكون واعره؟ شنو السبب باش تعطلتي هذه المده كامله، مع العلم ان الناس لي فان ديالك متشوقين باش يشوفوا الجديد ديالك؟ خلاصه كنوجدنا الكاو. أجي سمعنا مؤخرا واحد الإشاعة، واش بصح بأن كيقولوا أن مراد الحر أي اعتزل الغناء بعد ما خرج أغنية تخليني، واش بصح؟ هو كيقول لك تكذيب الإشاعة كيزيد من القوة ديالها، ولكن ماشي مشكل مادام طرحوا عليه إنسان عزيز أسامة، فهاد إشاعة فهي لا أساس لها من الصحة، وبالعكس فالحر كيشوف راسه عاد بدا في الكارير ديالو. وتحية من هذا المنبر كاب 24 لجميع الناس اللي كيستمعوا للحر واللي عندهم الحر في الدم، تنسوا ما في الدم وتهلاو لي في هذا الانسان هذا.